جيد مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا، مرحبا بالناس اللي تحقوا بنا في الاستماع على موجات راديو مات في برايم تايم. باش نمشيو نرجعوا على اخر المستجدات فيما يتعلق ببعض الطعون المقدمه الى المحكمه الاداريه مؤخرا. سمعنا وكنا حكينا في الموضوع هذايا فيما يتعلق بالطعون نتاع قرارات الإقامة الجبرية، ثم زاد كيف طعون جديدة تقدمت زاد فيما يتعلق بالاستديسات ولا المنع من السفر عامة، طعون زاد تقدمت على خلفية القرار اللي كان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء إلحاق عدد من القضاة بالوظائف العليا في الدولة، أيضا طعون جديدة جات وخاصة نحكي زاد على الطعن اللي قدمته منظمة أنا يقظ بخصوص ولا ضد وزير الداخلية ولا المكلف بتسيير وزارة الداخلية. هذا بالكل باش نزيدو نحكيو فيهم أكثر مع الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية سي عماد الغابري اللي حاضر معنا بالتليفون. مرحبا بك سي عماد. صباح الخير، صباح الخير لكافة مستمعي ومستمعات راديو مات. تحية ليك أستاذة فتحية، تحية خاصة للأستاذ سفيان بن فرحات. أهلا بك سيدي الرئيس، مرحبا سيدي. أهلا وسهلا، الإعلامي والثقافي. عايشك ربي يعزك ونستفادوا منك استاذ وتحقق الاضافه يعطيك الصحه. العفو مولانا، احنا توا يفتوى مالك في المدينه وانت مالك وسنطرح عليك الاسئله. مرحبا بك، شكرا لك سي عماد. باش نبداو بالجديد فيما يتعلق بالقرارات اللي صدرت مؤخرا على المجلس الاعلى للقضاء سي عماد على فيما يتعلق بانهاء الحاق عدد من القضاة بالوظائف العليا في الدوله التونسيه، وكان كل من المدير العام للديوان التونسي يوسف الزويغي والمكلف العام من نزاعات الدولة علي العباسي قدموا طعون فيما يتعلق بالقرار هذايا، وكانوا تحصلوا على مبدئيا تأجيل التنفيذ للقرار، ولكن مؤخرا زادت حصلوا على قرار بإيقاف تماما التنفيذ هذايا. هيت نبنيوا على بطبيعة المؤيدات للمحكمة الإدارية وسادة القضاة اللي خذوها في إصدار قرار الإيقاف التنفيذ. نعم صحيح سيدة فتحية، هو إذا كان نذكر شوية بالوقائع، في 8 جوان 2021 المجلس القضاء العدلي اتخذ قرار بوضع حد لإلحاق مجموعة من القضاة بالوظائف العليا في الدولة. إذا نفسر شوية للناس للرأي العام، شو معناها الإلحاق؟ وضعية الإلحاق في الوظيفة العمومية عموما، اللي هي آلية من آليات قانون الوظيفة العمومية الصادر في 1983 وتم اعتمادها بالنسبة للقضاة. الإلحاق يعني أنه معناها حق العون العمومي في أنه يكون في إدارته الأصلية يمشي بطلب منه أو بطلب من إدارة أخرى للعمل ويأخذ مركز وظيفي في الإدارة الأخرى. معناها مستشار وإلا وزير. نعم نعم. وإلا هذا نحكي لك أستاذة في مستوى قواعد قانون الوظيفة العمومية. نعم. قانون المجلس الأعلى للقضاء، سواء القانون القديم تاع 67 أو قانون جديد تاع 2016 قانون عدد 34، تبنى نفس هذه الآلية، آلية الإلحاق بالنسبة للقضاة. معناها القضاة راهو يمكنهم أنهم يغادروا الوظيفة القضائية للوظائف الإدارية، يمشيوا الإدارات العمومية، يمشيوا الهيئات العمومية، يمشيوا حتى الوظائف داخل الوزارات، وظائف حكومية، وهذا معمول به يعني موجود يعني في الوظيفة العمومية ما بين هذا التراوح ما بين الجسم القضائي والجسم الإداري. طيب في 8 جوان 2021 مجلس القضاء العدلي اعتبر تلقائيا بصفه تلقائيه بادر بانهاء الحاق هؤلاء جمله مجموعه من القضاة على اعتبار على اساس انه يعتبر هو على القرار، واذا اعتبر ان هنالك نوع من المساس باستقلاليه القضاء وان هؤلاء الاشخاص القضاة إذا كان باش يمشيوا في وظائف حكومية في الدولة هذا فيه نوع من المساس من استقلالية القضاء. فتولى هؤلاء القضاة لأن التظلم لدى القضاء الإداري سواء في إطار دعوة تجاوز السلطة دعوة إلغاء أو في إطار القضاء التقاضي الإداري الاستعجالي توا ولا معلوم يعني في بطلب توقيف التنفيذ. صحيح كما أشرت الأستاذة فتحية من بكري تحصلوا منذ البداية على يعني تأجيل التنفيذ. في 16 جويلية. الآن إذا تحصلوا على مطلب في توقيف تنفيذ القرارات هذيك إلى حين صدور قرار
في الاصل ولا عن الدائره القضائيه الابتدائيه اللي باش تنظر في الملف في دعوى تجاوز السلطه وفي دعوى الالغاء. كنت حاب نعطيك الاسانيد نتاع علاش بناء قاضي توقيف التنفيذ يعني قضاء بتوقيف تنفيذ هذا القرار. هو بناء على اساس كما كنت نحكي لك الان ومعناها كي لخصت لك الوقايه واعطيتك فكره على قانون الوظيفه العموميه هو انه السياق اللي موجوده في قانون الوظيفه العموميه تجعل من مساله الالحاق يعني المسار والديكلونشمون تاع المسار بيدو ولا انهاءه في زوز اشخاص زوز جهات عفوا، هو طالب الالحاق العون الملحق والإدارة الملحق لديه. يعني القانون ينص كان على هذوما، ما فماش طرف ثالث ينجم يدخل في القرار باش ياخذ معناها واحنا نتحدث على شرعية، نتحدث على قواعد قانونية، نتحدث على سياق وإجراءات. يصبح تدخل مجلس القضاء العدلي من غير ذي صفة، ما عندوش الصفة القانونية، مع ما هوش قانونية. يعني ولا يعني كأنه تدخل في شيء مش من صلاحيته، مش من صلاحيته القانون، معناها قانونا القانون ما عطاش الاهليه ما اهلوش باش يتدخل بصفه تلقائيه ل يعني انهاء الالحاق. انهاء الالحاق لا يكون الا بطلب من العون والا بطلب من الاداره الملحق لديها هذا العون. وهي كان تسمح سؤال في هذا، معناها كلامك معقول تقول هما ما عندهمش دخل في المساله، لكن كان نشوفوا انت تقول لنا هذه معناها باراليزم دي فورم، يعني الصياغ والاجراءات التوازن فيما بينها. لكن زاد كذلك الدستور يقول انه لا سلطان على القضاء الا القانون، والمسألة القضاء هو اداه الضبط الرئيسيه فيما يخص القضاة. ما ينجمش حد في اطار اجتهاد يرتكز على هذا؟ الو سي عماد، التليفون قص به قص، نعاودوا نرجعوا نتصلوا به لانه هو يقول مهم. اي هو يقول وانه اما اللي طلب الالحاق ولا اللي تم الحاقه وعنده الحق باش ينهي الصيغه التعاقديه، خاطر هي صيغه تعاقديه بشكل لكن الدستور يقول انه القضاء لا سلطان عليه القانون، ويقول كذلك في السلطه القضائيه فانه اداه الضبط الرئيسي فيما يخص القضاة ومسيرتهم وكل شيء هو المساله القضاء. وبالتالي يستلزم محامي مثال يرفع الطعون هذه، يقول لا يا اخي ابريتور مساله القضاء هو صاحب الولايه في المساله عنده حق باش يدخل، يولي يغلب القانون نتاع الوظيفه العموميه. هذه ممكن يعني هو سؤال معناها باش نشوفوا شنو رايه في اطار فقه القانون معناها. فوالا وباش نعرفوا زاد كيف هل يمكن الطعن في هذا القرار. وما زلنا زاد كيف رجع معنا سي عماد، مرحبا بك من جديد سي عماد. اهلا وسهلا. مرحبا، اهلا وسهلا فيك. ما نعرفش كان سمعت سؤال سفيان ولا يرجع يعاود يسالو ولا نعاود نطرح عليك سؤال. انت سيادتك تقول توازن الصياغه والاجراءات يخلي وانه الطرف المتعاقد، لانه هو تعاقد بشكل او باخر، اما يطلب هو السحب او الطرف الذي طلب التعاقد يسحب هذي. لكن كذلك كان له الدستور اللي هو في التفاضل، معناه سلم التفاضل القوانين هو الارقى، يقول لا سلطان على القضاء الا القانون، ويقول كذلك في باب السلطة القضائية وأن مجلس الأعلى للقضاء هو صاحب الولاية في كل ما هم سر القضاة. ما ينجمش بار اكزومبل محامي يستند لهذا في تعون ويقول لك في الدفوعات نتاعو يا أخي هاو بصريح العبارة في الدستور، وبالتالي مؤهل هو ايبسو فاكتو بمنطوق الدستور وروح الدستور، وأنه المسألة القضاء يكون صاحب ولاية في إنهاء الإلحاق. نعم، هو شكرا أستاذ سفيان. هو الولاية التي يباشرها المجلس الأعلى للقضاء لا تكون حتى في منطق الدستور ومنطق القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء إلا بموجب الاختصاصات التي يمنحها القانون والسياق التي يحددها القانون. ما نجمش يدخل هكاك في حاجة ما عطاهالوش القانون. ترجع ديما لنفس المبدأ أنه أي اختصاص لا يباشر إلا بنص سابق الوضع يمنح له تلك الصلاحية. صحيح. في 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 من عرش اذا كان القرار هذا بيدو القرار ايقاف التنفيذ هذا بيدو قابل للطعن والا لا؟ هذا هذوما معناه بموجب يعني القانون عدد 40 لسنه 1972 قرارات توقيف التنفيذ هي قرارات باته لا تقبل اي وجه من اوجه الطعن. وبطبيعه الحال يعني مفعول او حجيه هذه القرارات تنتهي بالنطق بالاحكام في الاصل، يعني وقت اللي قاضي تجاوز السلطه المتعهد ابتدائيا ينظر ويصدر حكمه في الموضوع سواء مع او ضد، ونجم يراجع حتى يعني هذه القرارات، وقتها تنتهي حجيه هذه القرارات، و
يلزمنا نشير أنه وراه القرارات هذه علقت التنفيذ لم تلغي، علقت التنفيذ يعني القرار هذا ما يتنفذش، فهمتني؟ دونك ترجع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدورها ولكن مع تعليق تنفيذ فقط. معناها لكن القضية الأصلية متواصلة. نعم القضية الأصلية متواصلة منشورة لدى الدائرة القضائية الابتدائية اللي باش يعني تباشر فيها مزيد من إجراءات التحقيق وتنظر في الأصل وتصدر حكم. نعم. ثم حيز زمني معين وتو جايين في أي وقت نجم يتسمى رئيس حكومة وتكوين مثلا الفريق الحكومي نجم نركب وإحنا في إشكال. هي لوها المحكمة الإدارية مش ناقصين تعطيل اللي جاء المحكمة الإدارية كان يسمحني سيد الرئيس المحكمة الإدارية لو تحكم لك كذلك عندها صبغة استشارية يعني نجم الحكومة أو أي طرف يستشير قبل أي. وبالتالي المحكمة الإدارية تعمل حتى فقه قانون كان بخلاف فقه قضاء وبالتالي هما كما أقول لك توا من صبغة التأكد تخليه يقول لك يا أخي أنا نعلق الآن باعتباره المسألة تهم النظام العام والحاجة كما هكا أنا ما قلتش حيثيت الكل في انتظار قضية أصلية دونك كي تتسبع حكومة أخرى ينجم يقعد القضية الأصلية متواصلة مسألة مبدئية القاضي تطلب منه يلزم ما يقولش انتهيت القضية. سي سفيان نحب لهنا الفرصة باش نوضح لو ثم مش جميع القرارات تم قبولها ثم إطارات ثم قضاة من سماه إطارات عليا تم عزلهم بموجب أوامر رئاسية لاحقة لقرار المجلس الأعلى للقضاء. هذوما وضعيتهم احنا ديجا صدرت فيهم في قرارات توقيف التنفيذ صدرت بانعدام ما يستوجب النظر لأن الوضعية تم حسمها بموجب أمر رئيس. أما البقية فإنه معناها يتم تعليق يعني تنفيذ القرار متاع 8 جوان 2021. هو تعرف أستاذ هو حتى مثال كان حتى موجودة محكمة دستورية يعني ثم أشياء في الأوامر الرئاسية ما تنجمش حتى تطعن فيها حتى المحكمة الدستورية مثال كي العيس يرفض خدم قانون مثال معناها مش داخلة في اختصاصات المحكمة الدستورية ولو حتى كان جات موجودة يعني ثم مسائل الحق في العلاقة بين الصورات تتطلب بتاتر الاجتهاد في فقه القضاء باش تولي ثم امبراتيك معناها ممارسه قانونيه تخلق قاعده معينه. على كل حال هي دي موضوع معناها منشور لدى القضاء الاداري ومعناها قابل يعني وقت اللي تصدر فيه احكام او اراء وقتها معناها نجم ما فما اشكال بالحق. نعم. نجيو الى الاس دي سيت والى القرارات نتاع منع على السفر اللي صارت مؤخرا. انتم كمحكمه قبلتوا في المده الاخيره طعون في هذه القرارات من بينها سمعنا مؤخرا قاضيه زاد كيف اللي تم ايقاف تنفيذ القرار هذا منحة من السفر. قداش تلقيتوا من طعن سي عماد فيما يتعلق بهذا منع السفر وثم زاد كيف معناها تحرك انطلق توا في النظر في هذه الطعون وتسريع النظر فيها في المدة هذه؟ نعم إذا فعلا هو انطلقت المحكمة في البدء في الطعون اللي قدمت في إطار قضاء توقيف التنفيذ المتعلق بالإجراءات الاحترازية اللي تم اتخاذها بعد 25 جويلية 2021 خاصة من المصالح الأمنية من الوزارة المكلفة بالداخلية ضد جملة من الأشخاص يعني وذكرت خاصة يعني المنع من السفر يعني في المعابر الحدودية. الحقيقة هو العدد هو يفوت عدد الطعون يفوت عدد الطعون اللي قدموها الناس اللي مستهدفين بالوضع تحت الإقامة الجبرية. خاطر احنا شفنا زوز إجراءات مهمين هذوما المنع من السفر و يعني الوضع تحت الإقامة الجبرية. المنع من السفر كان أكثر يعني حتى في عدد الطعون كان أكثر برشا من الوضع تحت الإقامة الجبرية. على كل بدأ عندك الرقم؟ والله يتجاوز يعني نتصور يتجاوز هو معنا آخر الإحصائيات أكثر من عشرين طعن قدم في إطار معناها المنع من السفر. على كل بدأت يعني المحكمة الإدارية في إصدار هذه القرارات في إطار توقيف التنفيذ وقضت فعلا بإيقاف تنفيذ يعني القرار المنع من السفر يستهدف كما أشرت يعني قاضية. لهنا ما وانا لازمني زاد نعطيك الاحترازات اللي تنجم تتقال علاش من 20 طعن تنظر في الطعن هذا نتاع القاضيه خاصه انه زاد كيف حتى فيما يتعلق بالنظر في الطعن المتقدم على القرار نتاع المجلس الاعلى للقضاء قرنوه زاد كيف بالطعون نتاع الاقامه الجبريه بعض الطعون الاخرى
قالوا يعني علاش اليوم المحكمة الإدارية سرعت في النظر في هذه الطعون وبقية الطعون اللي مخاطر فيها قاضية في القرار هذا بسبب وخرت في الخير. بسبب بسيط هو أولوية نشر القضية معناها من هذه هي أول من تقدم الطعن. لا هي أول من قدمت الطعن دونك سي لا بروميير سيرفي معناها هي اللي خذت القرار الأولاني معناها ما فيهاش هل هو القرار الوحيد بس ثم قرارات أخرى؟ لا ثم قرارات أخرى وكلها يعني بلفظ ثم قرارات أخرى نعم ونعطيك الأسانيد نفسها لأنه معناها تبقى الأسانيد المعتمدة يعني في فقه قضاء المستقر توا أصبح في المحكمة الإدارية هذا معناها أنت مو باش تعرف معناها الأحكام واحد تشوف التعليل نتاعها بالنسبة للمحكمة الإدارية توا أصبح عندنا فقه قضاء مستقر هو أن المنع من السفر لا يكون بموجب قرارات إدارية ولكن يعني طبقا للنصوص النافذه لا يكون الا باذن قضاء يوضح هو معلل كذلك هذاك هو الاصل يعني هذا الاصل لما تجي باش تمنع ناس من السفر فانك وقتها راك سلطت على حقوقهم وحريات التنقل نتاعهم راه سلطت عليها قيود سواء في الوضع العادي ولا في الوضع الاستثنائي معناها ما تنجمش تضيق من حريات هذوما الا بالصياغه القانونيه وراه سي سفيان بالله معناها خلينا نوضحها اون فوا بور تو للراي العام راهو الاداره الامنيه راهو اذا كان هي معناها تتصور اللي القرار المنع كقرار اداري هو اسرع مش صحيح راهو تنجم بالتليفون تكلم النيابه العموميه النيابه العموميه في نفس اللحظه تعطيها الاذن ولا 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 رئيس المحكمه الابتدائيه في نفس اللحظه يعطيها الاذن اما تعطيه الاسباب ويعطيها الاذن بالمنع من السفر اما هكاك تجي معناها وزيد على ذلك ما تعطيش الاسباب فانه معناها هذه فقه قضاء مستقر انه القرارات هذه سواء في القضيه الاصليه يقع ابطالها او في القضيه الاستعجاليه يقع ايقاف تنفيذها. به في الطعون المقدمه حول الاقامه الجبريه ثم جديد فيها سي عماد؟ والله الجديد انه معناها توا معناها من ساعه الى اخرى انه مش تصدر زاد فيها القرارات المتعلقه بها معناها انتهى النظر معناها نورمالمون تنفيذ اجراءات التحقيق نورمالمون جاوبتكم وزاره الداخليه؟ لا هذه تو تعرفوا في المنطقه الاحكام باهي سي عماد توا كذلك الاجراءات المستثنائيه ماشيه زاد على امر رئاسي عام 78 تعمل نص نهار ايامات اللي ماتوا ياسر العباد في البلاد وغيره ثم ناس يقولوا نو سولمون هذاك كان معادي الدستور حتى 59 لكن توا بعد الثوره وروح التشريع اللي موجود في تونس لا يمكن ان نستند الى ذلك النص باعتباره وانه نص زجري قمعي جاء في ظروف معينه اسباب اللي اتخذوه وقتها ثم اموات وثم انتفاضه وثم حاجات كهكا والجيش خرج للشارع باذن من السلطه السياسيه هل ممكن وانه الناس يطعنوا في الاستناد الى ذلك الامر؟ يعطيك الصحة سي سفيان معناها السؤال هذا هو فقه قضاء مستقر زاد أيضا في المحكمة أما يثار الطعن يلزم يثار الطعن بعدم دستورية هذا الأمر أي. والمحكمة الإدارية أجابت على هذا الطعن في عدة أحكام وفي عدة قرارات على أن هذا الأمر أصبح منافي وغير مطابق لأحكام الدستور هذا الأمر غير دستوري في العديد والعديد والعديد من الأحكام ما صحيح ما كان ثم مشروع ربما لمشروع قانون معناها في الحكومات السابقه ولكن للاسف لم يقع معناها تقديمه لانه علاش سي سفيان وانت انا متاكد اللي انت تعرف من الناحيه هذه راهو التضييق من الحريات لا يكون الا بنص التشريع صحيح ما يكونش بنص ترتيبي راهو النص الترتيبي تصدر الاداره من الاوامر وانت هابطه هذيك كلها قرارات اداريه يعني نص ترتيبي هذاك فهمتني؟ يقول لك لا راهو معناها سمو الحقوق والحريات يلزم يوازيها سمو النص اللي حددها واللي يضيق فيها اللي هو بمرتبه الدستور ولا بمرتبه التشريع. باهي سي عماد سؤال اخير حول زاد كيف الطعن اللي تلقيتوه من منظمه انا يقظ حول القرار او قرارات وزير المكلف بتسيير شؤون وزاره الداخليه ما نعرفش اذا نص الطعن هذايا حول كل الاجراءات اللي تم اتخاذها من قبل المكلف بتسيير وزاره الداخليه اللي خذاها الاجراءات اللي خذاها الكل قبل التصريح بالمكاسب والا حول القرار نتاع غلق هيئه مكافحه الفساد نص الطعن شنو؟ هو كما تعرف استاذه بتقدم الطعن ديجا نهار الجمعه اللي فاتت معناها ديجا بدينا تو بشرنا باش نعرفوا الخلفيات والاسباب هو معناها يستهدف يعني قرار الغلق
واحنا توا معنا بشرنا التحقيق توا في الملفات، قاضي توقيف التنفيذ نحكي لك باشر، اذا اجراءات الاحاله وطلب الاسانيد والاسباب اللي تبنى عليها هذا قرار الغلق، وسيتفحص هذه المؤيدات والحجج اللي بنات عليها وزارة الداخلية مثل هذا القرار، وسيبت في الموضوع إذا كان هذا القرار شرعي أو قرار غير شرعي. واضح واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. احنا سي عماد نحب نحيو المحكمة الإدارية اللي عندها فقه قانون وفقه قضاء كذلك متطور جدا، موجودة من عام 72 ما يعرفوش هذا ياسر العبيد، واللي كانت معناها عندها قرارات حتى متضاربة حتى مع السلطة السياسية وإرادتها حتى في العهد السابق. أنا تحية لذاك المكسب التاريخي الكبير هو المحكمة الإدارية التونسية. سفيان، ونحب ناكد راهو الكاف نتاع المحكمة في جميع الأطوار وفي جميع الأحقاب وفي جميع الوضعيات هو القانون والحق فقط، يعني ما هيش راهي معناها، وهذا التوازن اللي يخلي القضاء الإداري مبني ومستمر ومستقر، وإن شاء الله يواصل على هذا المنوال، وبارك الله إن شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك الصحة سي عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية على كل هذه التوضيحات والمعلومات. والله شوف تحكي مع سي عماد فتحية، لا يمكن إلا أن تحترم المنظومة القضائية التونسية. نحيو توا راهو التشنج اللي موجود بين جمعيات ونقابات وغيره، أما ثم مؤسسة قضائية عريقة، أنا شخصيا كان لي شرف وأني خالطت عن قرب وعرفت قضاة خارقين العادة، وعندنا معناها فقه القضاء التونسي راهو متطور جدا، فقه القضاء شي لا جوريسبرودونس، يعني كل ما تخلوا المحاكم من قرارات واللي هو مصدر مصادر التشريع، يعني ثم فقه، ثم نصوص قانونية، ثم فقه القانون لا دوكترين جوريديك، وثم فقه القضاء. والمحكمة الإدارية التونسية رأي محكمة عريقة جدا، واتخذت قرارات ضد حتى السلطة وقت بورقيبة وقت بن علي، والمحاكم جنرال محاكم العدلية ثم ناس تدفع بعدم دستورية مثال القانون اللي حالوها عليه، معناها يسمى كنترول بروفو ديكسيبسيون، ومحاكم كما عندنا في الجنوب مثال مرة محكمة في مدنين حكمت بعدم دستورية نص حالوا به شخص، معناها ثم حاجات لو خارق العادة، معناها احنا يلزمنا نحافظوا على المكاسب هذيك، وثم قضاة وعندهم تكوين باهي، وعندنا اليوم معهد أهل القضاء ومعهد أهل المحاماة وغيره، حاجات هايلة معناها، ما يلزمناش كالتشنج السياسي وغيره، خاطر شفته وهو يقول لك أنا كقضاء ديدنني القانون. نحكم نقول لك انا ما يهمنيش نخل، هاي سيدي هاو الامر يا سيدي نتاع 78 احنا حكمنا بعدم دستوريته وعندنا فقه قضاء متصل في متواصل في هذه المساله، وهذاك المهم راهو البلدان الديمقراطيه تبنى على نصوص وعلى قراءات وعلى كذلك ممارسه ديمقراطيه انطلاقا من فقه قضاء ومن فقه قانون وغيره، حاجه مهمه جدا وانهم رجعوا لهذا. فيما يخص حبيت نعطي ملاحظه صغيره فيما يخص السيد مكلف بوزاره الداخليه، التكليف نتاع السيد مكلف بوزاره الداخليه وقع لها 29 جويليه بامر رئاسي في يده شهرين، الفصل الخامس نتاع القانون عدد 46 نتاع 2018 حول التصريح بالمكاسب والمصالح، رئيس جمهوريه واعضاء الديوان نتاعه ورئيس حكومه واعضاء الوزراء في يدهم 60 يوما من تاريخ التكليف او مباشره المهام حتى يقول النص باش يعني دونك ايزون معناها 29 سبتمبر سبتمبر تسكر شهرين 60 جور فرون معناها 29 يتسكر معناها خد 7 شهر يجي فيه 28 يوم شهر يقول لك كان جو خون. هو المتداول انه البارح كان التلقن نتاع وزير الداخليه الى الهيئه نتاع نابل هيئه مقاومه الفساد اللي تنقل لها البارح كانت الادلاء بالمكاسب نتاعو، دونك مازال محافظ على مازال الفصل الخامس كانت حاب يقراه لك يتعين على الاشخاص الاتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في اجل اقصاه 60 يوما من تاريخ الاعلان عن نتائج نهائي الانتخابات او من تاريخ التعيين او من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال، رئيس الجمهوريه ومدير ديوانه ومستشاريه، رئيس الحكومه واعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم، وحتى اللي عنده رتبه كاتب دوله او غيره، يعني ثم 34 حاله يحطها الفصل الخامس، دونك هو اللي توجور دون لي ديلي. فوالا تخي بيان. اما التونسي ديما يحب في الاخر. ما تسكرت عاد ما هو اللي سكر الهيئه في تونس ما لاش مشكون. دونك نرجع للموسيقى كاملين معاكم حتى للعشره نتاع الصباح.